أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج أسرار طبية. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الغدد الصماء، وهنتكلم عن مشاكل الغدد الصماء وتأثيرها على الهرمونات، وتأثير الهرمونات على العلاقات الزوجية وعملية البناء والحرق والسمنة والنحافة. هنتكلم في أشياء كتير جدا، يعني عايز تخس لازم الحلقة دي تتفرج عليها لأنها هتفيدك جدا جدا، وأغلبنا بيعاني من السمنة وبيعاني من حاجات كتير جدا. هنتكلم مع ضيف البرنامج يعني الغالي جدا على قلبي، الدكتور محمد مسعد أبو النجا، أستاذ الغدد الصماء والسمنة والنحافة وكلية طب المنصورة، يعني أستاذ طبيب، وأنا اتشرفت جدا بيه. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وطبعا بشكرك على المقدمة الرائعة دي، وبحيي سادة المشاهدين، وإن شاء الله نقدم حلقة مفيدة مثمرة لكل المتابعين اللي هيشوفونا النهاردة إن شاء الله بإذن الله. يا دكتور أنا الصراحة أسعد، وأنت شرفتني ونورتني، وطبعا كان لنا حلقات قبل كده ولنا حلقات بعد كده إن شاء الله. إن شاء الله. وندخل على طول بقى في الموضوع ونتكلم عن الغدد الصماء. عايزين نعرف إيه هي الغدد الصماء في البداية، يعني الناس ما تعرفش ايه هي الغدد الصماء. الغدد الصماء انا هتكلم طبعا في الحلقه دي باسلوب مبسط قوي عشان الحلقه يبقى اكتر المشاهدين توصل لهم الفكره، يعني على مدى القافله تسير على قدر اضعافه. الغدد الصماء هي مصنع الهرمونات. ايه الهرمونات؟ هي اشارات كيميائيه من الجسم بيفرزها عشان يقدر ينسق العمل بين اعضاء الجسم المختلفه. الاشارات دي فائدتها انها بتدي الفرصه الجسم ان هو يتأقلم مع كل الظروف المختلفة المحيطة به. يعني الانسان دايما بيتغير ظروف من الصحة للمرض، من السمنة للهزال، انه بياكل كتير بياكل قليل. القدرة اللي الجسم بيقدر يكتسبها ان هو يقدر يقاوم كل الظروف المختلفة حواليه دي عن طريق الهرمونات. فلذلك الهرمونات بتتغير بين معدلين، معدل عالي ومعدل منخفض، ليها حد اقصى وحد ادنى. الهرمونات بتتحرك بين الحد الادنى والحد الاقصى على حسب التغيرات اللي في الجسم والتغيرات اللي في البيئه المحيطه بالجسم. طيب عشان نفهم في جمله واحده ايه هي الهرمونات، نفتكر الايه اللي فيها ربنا بيقول ان كل شيء خلقناه بقدر. فلذلك الهرمونات هي من القدر ده. القدر ان بقدر يعني ايه؟ يعني شيء معلوم، قدر معلوم، لا زياده ولا يقل. التحرك بين المعدل المنخفض والمعدل العالي هو اللي بيدي الجسم الفرصه انه يعمل كل الحاجات اللي بيقدر يعملها. تمام. طب عايزين نعرف ايه هي مشاكل الهرمونات، يعني مشاكلها، وتحديدا يعني لو واحد عنده اي مشاكل في الهرمونات في الغدد بشكل عام، ازاي يعرف اساسا انه عنده مشاكل ويتوجه للطبيب في الحاله دي؟ طيب الهرمونات طبعا الاعراض بتاعتها ساعات بتبقى اعراض غامضه شويه، لكن انا هتكلم عن اشهر الاعراض اللي بتحصل اللي بتعكس خلل في الهرمون. اي عندك تغير في الوزن غير مبرر، اي تغير في المود غير مبرر، يعني في المزاج او العصبيه او الاكتئاب غير مبرر عندك، تعرف ان دوت ممكن يبقى فيه خلل في الهرمونات. اي تغير في ضربات القلب غير مبرر عندك، يعني ما انتش عصبي ولا حاجه لقيت ضربات قلبك زايده. اي تغير في الوزن زياده او نقصا برضه ده يعكس المشكله دي. اي تغير في ملمس الجلد ممكن يعمل لك ممكن يعكس خلل في الهرمون. شعر الستات لما يبدا يزيد، شعر الجسم لما يبدا يزيد ده بيعكس خلل في الهرمونات. اي اضطراب في الدوره، واعراض كتيره جدا جدا جدا. على سبيل المثال مثلا هتكلم على موضوع الجلد مثلا، يعني الجلد بتاعك لما يكون مثلا طبيعي فجاه بقى الجلد بتاعك بقى لقيت ان هو بقى اكتر يعني اتخن شويه وبقى بارد وبقى ناشف، ده ممكن يبقى ده علامة ان عندك كسل في الغدد الدرقية. لو لقيت انت عندك الجلد بتاعك بقى فيه عرق زيادة شوية والعرق ده سخن، ده بيعكس نشاط في الغدد الدرقية. لو عندنا الجلد مثلا بقى فيه عندنا عرق زيادة والعرق ده ساقع، ده بيعكس زيادة في هرمون الادرينالين في الجسم. فلذلك مثلا اي اعراض غير مبررة، تغيرات عن طبيعتك، ده ممكن يكون يعكس خلل في الهرمون عندنا. يعني اي حاجة تلاقيها غير طبيعية، وتحديدا يعني تغير المزاج اللي اغلبنا ممكن بيتغير مزاجه كده بدون اسباب، بس دائم فدائم يعني تغير يعني المزاج يعني مش لحظي، مش يوم مثلا خلال هرمون اكيد لا. تمام. لان خلال هرمون مثلا محتاج فتره شويه، معناه ان تلاحظ ان هو مزاجك بقى منحرف بصوره ثابته او متغير بصوره ثابته وغير مبرر. تمام. طبعا حضرتك قلت اشياء كتيره جدا واشياء مهمه، وزي من ضمنهم برضو تغير يعني سرعة نبضات القلب وحاجات كتيرة جدا، ولكن عشان ما نطولش في الموضوع ده ندخل في موضوع ايه، يعني ما نطولش في السؤال ده والنقطة دي، نكمل ونعرف المواليد. تمام.
اول لما بيتولدوا بيطلبوا من يطلبوا يعملوا لهم تحاليل الغده الدرقيه. تمام، ايه السبب؟ يعني بيعرف من هنا ان هو الشخص عنده خلل من التحليل ده ولا لا، ولا ايه السبب؟ طيب، الغده الدرقيه زي ما قلنا اي هرمون في الجسم، اي هرمون في الجسم هو اشاره كيميائيه. الغده الدرقيه هي اشاره كيميائيه للنمو، يعني هي اللي بتدي للجسم اشاره للنمو. النمو ايه؟ البدني والعقلي والنفسي. طيب، فلذلك الهرمون الغده الدرقيه مهم جدا للنمو العقلي والنمو البدني للطفل. ايام زمان قبل يعني ايام زمان يعني قبل ما نبدا البروجرام ده على مستوى العالم او لو برنامج اللي احنا نفحص كل المواليد للغده الدرقيه، كان بعض الاطفال بيبقى عندهم كسل في الغده الدرقيه وراسي. الغده الدرقيه بتفرز عندهم كميه كافيه وراثيا. للاسف العيال دي كانوا عشان ما بتعوضوش بدري فكان بيحصل لهم مشاكل اللي هي ايه، كان عندهم تاخر في النمو البدني والعقلي. طيب دلوقتي العالم كله بيعمل هرمون معينه من الكعب لكل الاطفال المواليد عندنا. العينه دي بنعمل فيها هرمون الغده الدرقيه، لو الهرمون فيه مشكله بنعالجه، وده مهم جدا 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 يتعالج، لان في الاخر الطفل اللي عنده حتى كسل في الغده الدرقيه وراسي لما بياخد العلاج بيبقى طبيعي جدا جدا جدا، وده المهم فيه. فلذلك احنا بنتلافى اللي احنا يحصل عندنا للاسف تخلف بدني او تخلف عقلي في الاطفال، وممكن نعالجه سوري بحبايه واحده، فاحنا بننقذ ارواح ناس كتيره جدا يعني، وبننقذ مصير اسر كتيره جدا. يعني حضرتك عايز توضح وتقول ان التحليل ده في الفتره دي مفيد جدا، يعني بدل ما الشخص يعني يكبر على وضع معين ويتعبه بعدين، انت ممكن تعالجه بسهوله جدا من الصغر بسبب التحليل ده. طبعا احنا بننقذ حياه اسر، ما تتخيلش يا استاذ احمد معاناه اسره عندها طفل عنده اي اعاقه. فالتحليل ده طبعًا اساسي جدا، والتحليل طبعا بيطبق النظام ده بيطبق في اكتر دول العالم منهم مصر. مصر بتحلل لكل المواليد اجباري عينه من الكعب، كل المواليد بتحلل لهم اجباري في مصر. طب لو في ام واب طبعا بعد ما حللوا مثلا وطلع التحليل سليم وكل حاجه وزي الفل، فيما بعد فتره كده الطفل ده مثلا لو بقى عنده خلل تمام وعنده مشاكل في الغدد الصماء، ممكن ايه العلامات اللي تبين ان الاب والام يعرفوا من خلالها ان الطفل ده عنده مشاكل في الغدد؟ طيب، ابنك او بنتك اول حاجه لازم تتابع النمو بتاعه. اي طفل بينمو اقل من 5 سم في السنه وعنده مشكله لازم يتفحص. اي طفل عنده زياده في الوزن وحتى هتقول لي ان هو بياكل كتير، الاكل الكتير بيعمل مشاكل هرمونيه فبتاثر عليه، يعني حتى الاكل الكتير لوحده ما يتخنش، لازم الاكل الكتير يؤدي الى مشاكل هرمونيه، خلل في الهرمون يخليه يتخن. ابنك او بنتك بدات يبقى عنده تاخر في البلوغ، يعني ايه تاخر في البلوغ؟ لما السن 13 سنه للبنات او 14 سنه للصبيان وما عندوش اي علامات بلوغ، هنا عندنا مشكله. طيب الطفل عندنا بدا يتغير اداؤه الدراسي غير مبرر، يعني فجاه الطفل بدا ينام كتير، الطفل بدا ينسى كتير، اداؤه في المدرسه قل كتير، هنا لازم يتفحص الغده الدرقيه بتاعته. اي تغير غير مبرر على الطفل هنا لازم يتفحص. بس انا اتكلمت على اشهر الحاجات اللي ممكن تبقى مع علامات بتدل على ان الطفل ده عنده مشكله. واهتموا يا جماعه بالسمنه، سمنه الاطفال مش الموضوع اللي احنا نتسامح معاه، ما تقوليش ان هو الطفل بياكل كتير وفي ذلك تخن، لا طبعا سمنه الاطفال ربنا ما خلقش طفل عنده سمنه، لكن هو السمنه دي نتيجه عادات غلط ادت الى خلل هرموني. تمام، يعني السمنه ديت مش سمنه طبيعيه، ديت السمنه بمشاكل. مستحيل يبقى في سمنه طبيعيه. طيب تمام. طيب دلوقتي بنسمع ان ممكن الاب والام يحددوا طول ابنهم تمام بسبب الهرمونات، يعني هل ده الكلام ده حقيقي ممكن يتحدد طول ابنهم فيما بعد بسبب الهرمونات ولا لا؟ طيب شوف، احنا طبعا عن طريق عمر العظم، عمر العظم ده بنحسبه عن طريق اشعه بتتعمل على كف الايد، بنعرف منه عمر العظم عن طريق ان احنا نعرف عمر العظم ونقارنه بالعمر الزمني بتاعه، يعني سنه الحقيقي. وعمر العظم ممكن يبقى مختلف عن السن بتاعه، يعني ممكن يبقى متقدم او متاخر، وعن طريق معادله معينه بنحسبها. المعادله دي دقيقه جدا اكتر كتير جدا من ان احنا نحسب على طول الاب والام، لكن المعادله دي عن طريق عمر العظم بتبقى دقيقه جدا 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 في حساب الطول النهائي للطفل لما يكبر. يعني ما تحسب مش طول الوقت، طوله لما يكبر، يعني ممكن يبقى ابنك دلوقتي طوله 100 سم، لكن ما يهمنيش دلوقتي 100 سم ولا 120، لا يهمني هو في الاخر لما يكبر وينمو ويكتمل هيبقى طوله كام، هو ده الطول اللي بنتكلم عليه. تمام. طب بما ان احنا بنتكلم عن الاطفال وبنتكلم عن عمليه البناء، عايزين برضو نتكلم عن العلاقات الزوجيه. الهرمونات
بتأثر على العلاقات الزوجية ولا لا؟ يعني ممكن واحد يبقى عنده خلل هرموني، بسبب الخلل الهرموني ده يبقى حياته الزوجية يعني تعباه ومش عارف يعيش فيها؟ بدل ما اتكلمت في المناطق الشائكه دي انا هتكلم فيها، نتكلم فيها طبعا علميا بصوره واضحه وصريحه. العلاقات الزوجيه طبعا هنتكلم في الرجاله وهنتكلم في الستات. العلاقات الزوجيه يحكمها كاملا الهرمون. يعني عندنا هرمون الذكوره في الرجاله، هرمون الذكوره بيعمل ايه في الرجاله تحديدا؟ بيعمل الرغبه، بيولد الرغبه، بيولد جزء مهم جدا لعمليه الانتصاب، جزء العمليه لطول العمليه ذات نفسها. فلذلك اي واحد عنده مشكله في الرغبه، يعني في فقدان الرغبه، او حد اي حد عنده ضعف في الانتصاب، او اي حد عنده قصف مبكر، لازم يعمل تحليل هرمون الذكوره. في الستات، الستات عندها برضو نفس الوضع، بس مش هرمون الذكوره، هرمون الاسره اللي هو الاستروجين والبروجسترون. الهرمونين دولت مسؤولين برضو عن الرغبة عند الستات، مسؤولين عن ناتج التبويض، وعن علاقة سليمة ليهم في ضمن في إطار العلاقة. يعني بيخلوهم يحسوا العلاقة بصورة طبيعية، ما يحسوهاش بصورة غلط. طبعا في مثلا علامات قبل مثلا الزواج، مثلا الواحد يبان مثلا يعرف من خلالها انه عنده خلل. يعني مثلا حضرتك اتكلمت في بدايه الحلقه عن الشعر في السيدات، يعني الشعر الكتير، هل ده دليل مثلا ان الست او البنت دي عندها خلل هرموني حتى من صغرها ولا لا؟ وايه برضو العلامات اللي التانيه ممكن تدل الراجل انه عنده خلل هرموني؟ يعني في مثلا حاجات كتير جدا الناس بتتكلم فيها، هل الكلام ده التسدي مثلا؟ في ناس كتير زي ما حضرتك قلت بيتكلموا مثلا عن الحجم، بيتكلموا عن اشياء كتيره جدا، هل الكلام ده يدل ان عنده خلل هرموني ولا لا؟ طيب مبدئيا كده، اي شعر زياده في الستات او الاناث، الشعر زايد ده ليه مصدرين، الغده الكظريه او المبيض. يعني خلل في الغده الكظريه او خلل في المبيض او راسي. طبعا ما فيش شعر زايد في الستات حاجه طبيعيه، ده معناها حاجه غير طبيعيه. اي مشاكل في الدوره عندها معناها ان ده في خلل عندنا في هرمونات التبويض، وهذا معناها ان احنا بنظبط التبويض. ممكن حاجه مثلا تبقى زي تكاثر مبيض، او ممكن يكون حاجه ثانيه. تمام. اي مشكله عندنا في المظاهر الانثويه الثانيه زي ايه؟ زي الصدر، زي الثدي، زي الملمس بتاع الستات، شعر الراس او حاجه زي كده، ده برده من علامات الانوثه. اي خلل فيها بيعكس خلال هرمون. بالنسبه للذكور طبعا التثدي مش طبيعي. التثدي عمره ما يبقى طبيعي. تمام. التثدي ده ولازم يتعمل. معناها التثدي معناها ان في خلل بين نسبه الاستروجين والتستوستيرون على مستوى الصدر، على مستوى الثدي، النسيج بتاع الثدي ذات نفسه هو في خلل. طيب لو احنا عندنا هنا خلل في ده معناها ان في خلل هرمون، ممكن يكون على مستوى الصدر او على مستوى الجسم، ما يفرقش معايا، بس كده كده هيتعالج. لو احنا عندنا في خلل في المظاهر، بتاعه البلوغ، زي تمام. زي شعر الدق، زي شعر الجسم، لازم يزيد في الرجال. تمام. لو ما ظهرش الخلل، لو ما ظهرش الاعراض دي، يبقى في خلل، معناها فيها خلل، وهنا معناها لازم نتفحص. بالنسبه للحجم والحاجات دي، لا، في الغالب بتبقى الدنيا كلها مقبوله او ما فيش مشاكل. وفي الغالب للاسف برضو ان احنا طبعا في الغالب بيبقى في خجل، يعني الناس اتكلمنا في الموضوع ده. تمام. طيب عشان يعني برضو عايز برضو أسأل حضرتك، الواحد لو عنده مشاكل هرمونية سواء رجل أو ست، يعني هرمونات الذكورة أو هرمونات الأنوثة، هل الحاجات دي العلاج بتاعها بيبقى سهل ولا لا؟ وهل ممكن تتعالج يعني لوحدها كده بدون علاج، مثلا بأعشاب، حاجة طبيعية، حاجة معينة؟ هنتكلم في هرمون الذكورة، لأن هو ده بالذات بيتعالج بسهولة جدا. يعني لو احنا عندنا خلل في هرمون الذكورة وحددنا ازاي نرفع الرجاله، السؤال بقى يبقى منطقي او يبقى سؤال سهل وبسيط كده. لو احنا قلنا ازاي نرفع معدل هرمون الذكوره عند الرجال، هرمون الذكوره المعدل بيترفع بسهوله بطريقه حاجات ممكن من غير دواء، في حالات معينه كتير، تمام. زي ايه؟ اول حاجه الرياضه، لازم رياضه معينه، ورياضه خاصه رياضات المقاومه بترفع هرمون التستوستيرون عند الرجاله اللي هو هرمون الذكوره. طبيعه الاكل، كل ما اكلت دهون صحيه اكتر وكل ما قللت النشويات الاكل بتاعك يزيد. كل ما تناولت اكل فيه فيتامينات ومعادن طبيعيه او صحيه اكتر يبقى احسن. زي ايه؟ زي الفيتامين د والزنك، الحاجات دي مهمه جدا للانتاج التستوستيرون. طيب
كل ما توقفت في الاكل عن تناول الاستروجين اللي من الزياده اللي في الاكل، في حاجات في الاكل كتير فيها استروجين، زي ايه؟ زي فول الصويا وبعض المنتجات الحيوانيه اللي بتتعلف على مصدر استروجين، زي مثلا الفراخ البيضاء، زي بعض سمك المنتج من المزارع، للاسف بيستعملوا علف بيبقى يحتوي على الاستروجين، بيتنقل بالتالي للرجاله فبيعمل مشاكل ده. تمام؟ النوم المنتظم مهم جدا لانتاج التستوستيرون. تمام؟ النوم المنتظم اي النوم الغير منتظم ده من الحاجات اللي بتسبب خلل في هرمون التستوستيرون. تمام. النوم فعلا اغلب الناس دلوقتي يعني بقى عندها مشاكل في النوم، ما بقاش النوم بتاعها مظبوط، يعني يصحوا مثلا طول الليل يناموا طول النهار، فده حضرتك عايز توضح ان دي وتقول ان دي عادات يعني سيئه لابد ان احنا نغيرها. مدمره للصحه. تمام. طب الهرمونات طبعا دلوقتي اي حد بيتجوز بيبقى نفسه مثلا ربنا يرزقه بطفل وكده، تمام، ويبقى عنده ذريه صالحه وكده. دلوقتي الهرمونات بتاثر على عمليه الخصوبه والخلفه ولا لا؟ وهي بيكون لها برضه سبب ومشاكل في العقم او في تشوه مثلا يعني الحيوانات المنويه وتشوه الحاجات دي كلها ولا لا؟ طيب باختصار، لو احنا وصفنا ان البويضات عند الستات اللي بتطلع من المبيض، وصفنا الحيوانات المنويه بتطلع من الخصه عند الرجاله، الخص او المبيض ده المصنع. تمام. اللي بيشغل المصنع هي الهرمونات، هرمونات الغده النخاميه هي اللي بتشغل المصنع، المصنع سواء الخص او المبيض، الاثنين تحت تحكم كامل من الغده النخاميه. طيب فلذلك اي خلل في الاشارات اللي راح المصنع، مصنع بيقف. تمام. سواء الخلل ده ناتج اعداد غلط او نتيجه خلل في الغده النخاميه ذات نفسها او نتيجه ايه اللي هيحصل في الاخر، الغده النخاميه لو ما اشتغلتش كويس عمر المصنع هيشتغل كويس. عندنا اللي هيحصل في الرجاله ان الحيوانات المنويه هتحصل لها مشاكل، عندنا في الستات المبايض هتقف ومش هتشتغل كويس فمش هتطلع بويضات، وده معناها ان احنا لازم نعالج الحاجات دي كلها. في اسباب تانية صحيح، مثلا ان المصنع ذات نفسه بقى بايظ، يعني الخص او المبايض فيهم مشاكل، وطبعا دولت بيتعالجوا، ممكن يتعالجوا عن طريق الهرمونات او ممكن يبقى فيهم مشكله بتتعالج بطريقه تانية، لكن الهرمونات هي اللي بتتحكم في المصنع اللي هي اللي هو المبايض او الخص عند الرجاله او الستات. تمام. عشان ما نطولش في الموضوع ده لان الموضوع ده هياخد يعني كتير جدا، ياخد كتير، انا بتكلم باختصار جدا. نتكلم في ايه بقى؟ في معدل الحرق والسمنه. دلوقتي السمنه حضرتك قلت في البدايه ان ممكن خلل هرموني هو اللي يسبب السمنه. الشخص ازاي يعرف ان اذا كانت السمنه ديت سمنه طبيعيه او سمنه بسبب خلل هرموني؟ طيب مبدئيا ما فيش حاجه اسمها سمنه طبيعيه، ربنا ما خلقش حد تخين، كلمه واحده. اي تخن هو معناه خلل هرموني، يعني التخن مرض. بيقول لك في سمنه مثلا مقبوله وسمنه مش مقبوله، على هي السمنه محدده. اكتر من بودي ماس اندكس 30 او معادل كتله الجسم، معامل كتله الجسم اكتر من 30 عندنا سمن زياده، سمنه اكتر من 25 وزن زياده. الطبيعي في ارقام محدده، وفي ناس بتحسب السمنه برضو على المحيط الخصر، ودي بقى اعتقد ان دي اكثر دقه من معامل كتله الجسم. ما فيش، ربنا ما خلقش حد تخين، كلمه واحده. التخن معناه مرض تحت اي بند. هتقول لي ان هو بياكل كتير فزاد تخن، الاكل الكتير ذات نفسه بيعمل مشاكل في الهرمونات على فتؤدي في الاخر الى السمنه. يعني الاكل الكتير بيبوظ النظام الهرموني الطبيعي، وده هو بيؤدي الى السمنه. تمام. فلذلك احنا عندنا هنا السمنه تقريبا كلها هرمونيه. تمام. طب بخصوص الاكل، اسف لو بقطع حضرتك، في بعض الناس تقول لك بما ان الاكل الكتير بيزود السمنه انا ممكن اقلل خالص في الاكل. تمام. وانا سمعت معلومه في يعني قبل كده ان المعلومه ديت ان الاكل، تقليل الاكل مش حل، لان تقليل الاكل بيقلل الحرق. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ طيب انت والله السؤال بتاعك ده جميل جدا يا استاذ احمد، والله انا بشكرك، ربنا يحفظك. انا بشكرك على السؤال ده. طيب هنتكلم بس بصوره عن معدل الحرق عشان الناس تفهمه، بس ايه معدل الحرق؟ معدل الحرق اللي هو المعدل الحرق الاساسي اللي وانت قاعد في السرير نايم طول النهار لازم هتصرف طاقه. تمام. تمام. للاسف بعض الناس اللي بيقولوا في العياده بيتكلموا يقول لك ان معدل الحرق بتاع صفر. يا جماعه ما حدش يقول الكلام ده، لان الكلام ده يعتبر يعني ما حدش فاول على نفسه. اللي ما بيحرقش، اللي حرقه صفر هو الميت فقط. اي واحد بني ادم بياخد نفس لازم يحرق، النفس مش هيطلع ويخش بدون حرق. تمام. معدل الحرق بيعتمد على عوامل كتير، بس الاساسيه منهم اول حاجه الهرمونات. في هرمونات كتير بتاثر على مستوى الحرق. انا هتكلم على سبيل المثال مش الحصر، عندنا هرمون الغده الدرقيه، عندنا هرمون النمو، عندنا هرمون التستوستيرون في الرجاله والاستروجين في الستات مسؤولين عن الحرق برضو،
عندنا هرمون الكورتيزول وعندنا هرمون الانسولين، ديت الهرمونات الاساسيه اللي هنقول، وفي هرمونات ثانيه كتير برضه هنتكلم عليها. وجود نسب طبيعيه ومعدلات طبيعيه من الهرمونات دي مهم مهم لتنظيم عمليه الحرق. طيب تاني حاجه العضلات. عندنا حاجتين في العضلات، الحجم العضله ونوع العضله. طيب الحجم العضلات ده معروف سهل، واحد معضل هيحرق اكتر. طيب ايه نوعيه العضله؟ يعني ايه نوعيه العضله؟ العضله للاسف الفتله العضليه او الخليه العضليه مش نوع واحد، في اكتر من نوع اساسا. في عندنا نوع رفيع موفر طاقه وده بيقدر يتحمل كتير، تمام. في عندنا نوع حجمه كبير شويه وغير موفر للطاقه وده بيديك القوه. يعني عندنا في نوع بيديك تحمل وعندنا نوع بيديك قوه. طيب الفرق بينهم عشان نفهمه بصوره بسيطه جدا، الفرق بين حجم عداء الماراثون وعداء ال 10000 متر. هتلاقيهم كده عيال كده رفيعه وشكلهم شكلهم رفيع وهزيل، بس تشوفهم وهم بيجروا بيفضلوا يجروا لما الاخر 500 متر او 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 الامطار الاخيره من السباق، باخر 500 متر من السباق بعد 9 كيلو ونص او 10 كيلو تقوم بيفتحوا في السرعه. يعني ايه معناها؟ ان هو قدروا يتحملوا 10 كيلو بدون تحمل مش قوه، ان عضلاتهم رفيعه بس تقدر تتحمل المجهود فتره طويله. حلو. والعضلات دي موفره للطاقه والعضلات دي ما بتحرقش كتير بس موفره للطاقه. في عندنا بقى عضلات اللي هي الفتله بتاعت القوه. الفتله بتاعت القوه زي امثلها لك بحجم بتوع رفع الاثقال اللي هم عضلين القوه العضليه، ودلوقتي بيعملوا مجهود قوي لفتره قصيره. الفتله دي مهمه جدا للحرق. نوعيه العضله دي مهمه للحرق جدا. العضلات البني ادم كلها خليط من الاثنين، بالنوعية العضلة دي اللي هي التحمل والقوة الاثنين. طبيعة الأكل وطبيعة المجهود بتحدد الأغلبية للتحمل أو القوة. طيب أنت طول ما أنت قاعد في البيت ما بتعملش مجهود، بعد فترة الجسم بيميل إنه يتخلص من من الخلايا العضلية بتاعت القوة عشان يوفر طاقة. الجسم مش ما بيعملهاش حاجة، أنت ما بتعملش أي مجهود. يعني ما بتدلوش الحرق اللي هو عايزه فعشان كده بيتخلص منه. ما انتش محتاج من العضله دي، العضو الذي اللي يستخدم يضمر ويموت. طيب فهو ده بيضمر. في برضه تكمله لموضوع الاكل بقى، عندنا الاكل اللي انت قلته بقى، الاكل هل بيأثر على الحرق؟ عموما كل ما كنت بتاكل نشويات اقل وكل ما كنت بتاكل بروتينات اكتر حرقك بيزيد، تمام؟ لو انت بقى الغلطه القاتله، انت لما تقلل كل اكلك بنشوياته بدهونه ببروتيناته مرة واحدة فترة طويلة، جسمك حرقك هيقل في خلال أيام أو أسابيع هيوصل لصفر، ممكن ما عادش يطلع، مش قرب الصفر، مش الصفر، ما عادش هيطلع تاني زي الأول. وهنا بقى الغلطة، مستحيل إن الجسم يستحمل إن تقلل كل أكله فترة طويلة. تمام يا دكتور، يعني الكلام مع حضرتك شيق جدا. وعشان الختام طبعا الحلقة انتهت، هاخد مع حضرتك آخر سؤال وهو إزاي نزود من معدل الحرق؟ إيه النصايح اللي تنصحها او النظام اللي ممكن يعني تقول لحد يمشي عليه من الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، ازاي يزودوا معدل الحرق؟ وايه موقف الهرمونات في عصر كورونا؟ يا ترى كورونا اثرت عليها ولا لا؟ طيب زي ما قلنا كده، اتكلمنا عن العوامل المؤثره للحرق. اول حاجه نظبط الهرمون، يعني محتاجين هرمون الغده الدرقيه يبقى مظبوط، محتاجين يبقى عندنا الهرمون هرمون الانسولين في معدل طبيعي، عندنا محتاجين هرمون التستوستيرون يبقى طبيعي. لو انا عندك خلل في هرمون التستوستيرون هيبقى عندك حرقك ضعيف شويه. لو احنا عندنا خلل في هرمون النمو، خلل في هرمون النمو لازم يكون عندنا، لازم نصلحه، فلازم نظبط الهرمونات. تاني حاجه الاكل بتاعنا زي ما قلنا، لازم كميه البروتينات تبقى مظبوطه وكميه النشويات تبقى مظبوطه. تالت حاجه العضلات، محتاجين تمارين مقاومه عشان تحسن نوعيه العضلات. طيب في كورونا هل اثرت عليها ولا لا؟ طبعا كورونا، بس ده موضوع طويل. طيب الوقت يسمح ولا لا؟ لا. طيب ممكن نبقى نعمله في الحلقه اللي جايه. يعني لكن كورونا موضوع اثرت طبعا، اثرت على كتير جدا. طبعا انا بشكر حضرتك جدا، وحضرتك شرفتني ونورتني. انا اسعد حضرتك. وطبعا لكن الحلقه خلصت بسرعه زي ما احنا قلنا عشان خاطر الوقت الشيق. انا ما كنتش اقول انا عايز بقى عشرات الحلقات. ان شاء الله، ما احنا لينا حلقات كتير جدا مع بعض، وان شاء الله نكمل في الحلقه الجايه. واشكرك جدا دكتور محمد مسعد ابو النجا، شرفتني ونورتني في برنامج اسرار طبيه. شكرا استاذ احمد، وبحيي الساده المشاهدين على وقتهم الثمين، وبشكر كل من تابعنا النهارده. ربنا ان شاء الله باذن الله. كنتم معنا في برنامج اسرار طبيه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقه القادمه.